أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هامل، والنهاردة هنبتدي الحلقة زي ما تعودنا بنصيحة للسلطة. زي ما احنا شايفين طبقين السلطة اللي قدامنا دول، واحد فيهم الاتنين كانوا زي بعض، دلوقتي واحد فيهم بقى شكله دبلان كده، والتاني لسه طازة والألوان بتاعته حلوة وكل حاجة فيه باينة ان هي لسه فريش ومقرمشة كده وحلو. الفرق بين ده وده هو ان احنا حطينا الدريسنج بتاع السلطة او الزيت والخل والليمون والملح والفلفل وكل ده على السلطة دي من فترة، وده اللي بيحصل لو عندنا سلطة هنقدمها ما نحطش عليها الدريسنج بتاعها من بدري، لان ده اللي بيحصل، السلطه بتدبل وما بتبقاش شكلها مشهي وكل حاجه فيها بتبقى طريه، يعني الخس ما بيقرمش، الخيار مش بيقرمش، النكهه والطعم والملمس كله بيختلف وبيبقى شكلها مش مشهي. فاحنا السلطه لما تكون عندنا بنسيبها زي ما هي، وقبل ما نحطها على السفره قبل ميعاد الاكل على طول ممكن بنبتدي نزود لها الدريسنج بتاعها، ممكن بنحطه بالشكل ده او ممكن في بول ونقلب كل حاجه مع بعض وبعد كده نغرفها في طبق التقديم. المهم ان احنا ما نحطهاش من بدري، ولكن نحطها قبل التقديم والاكل على طول. يا رب النصيحة تكون مفيدة. نطلع فاصل وبعد كده نعمل وصفة التراثية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة التراثية. النهاردة هنعمل قلقاس متوكلية. القلقاس ده من كتاب الطبخ المصري زهر الحديقة في الأطعمة الأنيقة من القرن الخمستاشر. والاختلاف ما بين القلقاس اللي احنا بنعمله اللي عارفينه القلقاس باللحمة عادي والطريقة دي، هي ان بيستعملوا سبانخ بدل السلق لعمل القلقاس باللون الأخضر اللي احنا متعودين عليه. فاحنا بنعمله عادة بالسبانخ، وساعات بنحط فيه برضو كزبرة مدقوقة بالشكل ده، ولكن السبانخ هو الجديد علينا. عادة بنحط سلق يكون مسلوق وبيدق أو بيتهرس بالكبة. المقادير بالنسبة للقلقاس باللحمة، عندنا نص كيلو لحمة مكعبات تكون مسلوقة، ونحتفظ بالمرق بتاعها لأن هنحتاجه بعد كده. معلقة سمنة كبير، بصلة مفرومة، معلقة كبيرة ثوم مفروم، معلقة كبيرة كزبرة مفرومة، نص معلقة صغيرة كزبرة جافة، نص معلقة صغيرة شطة، مرق سلق اللحمة زي ما قلنا، 2 كوب قلقاس مكعبات مسلوق، كوب سبانخ مفروم ناعم، ونص كوب كزبرة مفرومة ناعمة. أول حاجة بنعملها إن احنا بنحط السمن ان هو شويه صغيره، فهزود معاه شويه زيت وهحط اللحمه تتشوح. عايزين اللحمة تاخد لون خفيف والبصلة تصفر. اللحمة مسلوقة والقلقاس كمان مسلوق، فالوصفة برضو مش هتاخد وقت خالص معانا.
اوكي. اول البصله ما بتبتدي تاخد لون خفيف بنحط الثوم، بنحط شويه شطه، بنحط الكزبره الناشفه والكزبره الخضراء. وبنشوحهم على النار مع بعض. أول ما نشم ريحة التوابل طالعة بنحط المرق على قد ما نحتاج، ما نزودش لان القلقاس مسلوق جاهز، فمجرد بس مرقه تكفي القلقاس واللحمه. دلوقتي هحط القلقاس واشوف لو محتاجه مرقه تاني ولا لا. نخلي بالنا واحنا بنقلب علشان القلقاس ما يتهراش. هحط شويه صغيرين خالص. ودلوقتي عندي السبانخ والكزبره الخضراء مسلوقين طبعا سلقه سريعه او متشوحين على النار للي يحب، ومجرد بس هنخلطهم مع بعض في الهون. ممكن نحط فص ثوم زياده لو حبينا معاهم. القلقاس كده جاهز. هنحط له السبانخ والكزبرة الخضراء ونقلبهم مع بعض. نقلبهم بالراحة. علشان القلقاس ما يتهراش. ونسيبهم على النار يغلوا مع بعض حاجة بسيطة. وكده القلقاس بتاعنا جاهز. وفكرة حكاية السبانخ دي ممكن تجربوها وتشوفوا هتحبوا مين أكتر، الطريقة المتعودين عليها بالسلق ولا دي. وبكده نكون خلصنا الوصفة التراثية اللي هي القلقاس مع اللحمة، ويارب تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد الفاصل نعمل مع بعض وصفة العصرية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل الوصفة العصرية. وصفة النهاردة هتكون كراميل بطعم الفانيليا. المقادير 500 جرام كريمة خفق،
240 مللتر عسل، 1 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة فانيليا، و 200 جرام سكر اللي هنبتدي بيهم الكراميل. اوكي، عندنا حلة على النار هنحط عليها السكر شوية شوية. عايزين نعمل كراميل، ونقلب. لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. زي ما احنا شايفين الكراميل الجاف بيبقى سريع. بس لازم طبعا نتأكد من حاجتين، ان احنا وصلنا للون اللي احنا عايزينه، ان اللون متساوي في كل الحلة، يعني مش ناحية بيتحرق وناحية تانية بيبقى لسه خرز. تاني حاجة ان احنا عايزين نتأكد ان كل خرز السكر يكون داب. اوكي، كده الخرز كله داب، هحط العسل. اوكي، دلوقتي احط الفانيليا، احط الملح، وهبتدي احط الكريمه. بس نخلي بالنا لما نحط الكريمه، لان فرق الحراره هيخلي الكراميل يفور، فنحط الكريمه شويه شويه ونبعد وشنا وايدنا خالص عن الحله. نحط شوية كمان، ونفس الحكاية زي ما احنا شايفين قد ايه بتفور، فنخلي بالنا خالص. اوكي، دي كده مش هتكفي لان انا لسه ما حطيتش كل الكريمة، فعايزة انقلها حلة تانية. وابتدي ازود. طبعا لان الحلة دي ساعة، ف درجة حرارة السكر قلت شوية، فما فرتش زي الاول لما حطيت الكريمة. اوكي، ودلوقتي هنحط ميزان الحرارة. دي سباتشولا فيها ميزان حرارة، وعايزة درجة الحرارة توصل 121. احنا 82 دلوقتي، احنا عايزينه 121، فقربنا. زي ما احنا شايفين محتاجين حلة كبيرة شوية، لان لما بيغلي بيبقى بيغلي وهو بيفور. كده 100.
وبعدين لما يبتدي يزيد شوية في درجة الحرارة هنلاقي إن الفوران ده بيقل شوية وهيرجع يهبط تاني في الحلة، وبنفضل سايبينه على النار لحد ما يوصل ل 121. احنا دلوقتي 120، خلاص حاجة بسيطة خالص، والكراميل بتاعنا يكون جاهز. 120.5، 121. اوكي، 121 هنشيله ومش هنحطه في القالب على طول، هنسيبه يطلع البخار بتاعه، هنقلبه، عايزين كل فقاقيع الهواء دي تطلع، لان احنا مش عايزين الكراميل بتاعنا يبقى مليان هواء، بالعكس احنا عايزينه الملمس بتاعه ناعم تماما، كل ما فيه لسه بيفور كده. هنفضل نقلب لحد ما يهدى خالص، عايزه يبقى شكله عامل زي الصوص. اهو ابتدى، اوكي زي ما انتوا شايفين هادي، مش بيفور تاني. اوكي، فدلوقتي هاخده واحطه في القالب. القالب يكون مدهون زيت، او ممكن نحطه برضو في صينية مدهونة زيت، لان من غير الزيت هيلزق طبعا في القالب. وبرضو لو شفنا اي فقاعة هواء ممكن بنشيلها وبنسيبه لحد ما يهدى خالص وهيتماسك. احسن تاني يوم، بس ممكن بعد 4-5 ساعات كده يكون معقول للتقطيع. ده طبعا هنسيبه على جنب يبرد، وده بعد ما بيبرد تماما في درجة حرارة الغرفة، ما بنحطوش في التلاجة ولا حاجة، واللمعة اللي عليه دي من الزيت. وأنا هاخد شوية زيت صغيرين أحطهم على السكينة عشان كمان ما يلزقش على السكينة وأنا بقطعه. ونبتدي نقطعه زي ما احنا شايفين، ده الملمس بتاعه بيبقى طري، يتنى معانا بسهولة، مش عايزينه لا ناشف قوي ولا طري قوي، يبقى طري بس ماسك نفسه. نقطعه اوكي، وبنسويهم تاني. وبنقطعهم، انا بحب اقطعها طويلة شوية كده. طبعا ممكن اقطعها بالشكل والطريقة اللي احنا بنحبها، كل واحد زي ما بيحب. اوكي، وطبعا في كذا طريقة للتقديم. احنا ممكن نجيب ورق سيلوفان، هحتاج استعين بسيلوتيب لان السيلوفان ده مش بيلف كويس على بعضه، فبناخد ورقة سيلوفان بنحط واحدة من الكراميل بتاعنا
وبنلفها. في ورق سيلوفان لما الواحد بيلفه كده بيفضل ده شويه مش بيفضل قوي، فهحتاج اقفله بسيلوتيب. السيلوتيب مش بيلزق برضو. anyway دي فكرة، فإن احنا نقدمه كراميل أكنه مشترينه جاهز يعني بالشكل ده. وطبعا الفكرة التانية هي إن احنا نقدمه عادي في طبق تقديم. فهبتدي أرص الكراميل في طبق التقديم. وده الحقيقة الكبار والصغيرين بيحبوه، ده مع فنجان قهوة أو كوباية شاي بيبقى حلو جدا كتقديم للضيوف. حاجة سريعة لو ما عندناش حاجة نقدمها برضو بيكون لذيذ. وعندنا الملفوفة دي فكرة تانية. وبكده نكون خلصنا الوصفة العصرية وخلصنا الحلقة اللي عملنا فيها قلقاس باللحمة كوصفة تراثية، وعملنا كمان فيها الكراميل بطعم الفانيلا كوصفة عصرية. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله.